بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون الزراعه، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده الجمعه ان شاء الله مش هنتكلم في الزراعه، ولكن هنتكلم عن اول نبي عمل في الزراعه او في مهنه الزراعه. هو سيدنا ادم عليه السلام عمل في مهنه الزراعه، ومنذ ادم عليه السلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل الانبياء كانوا يعملون، ما فيش نبي فيهم ما كانش بيعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في التجارة وعمل في رعي الغنم، وسيدنا موسى عمل في رعي الغنم، وشعيب ويعقوب كلا عمل في رعي الغنم، وسيدنا إدريس كان خياطا، ونوح كان نجارا، وداود كان حدادا. فمن باب أولى إذ كان الأنبياء والله سبحانه وتعالى كان قادر على أن يرزقهم بغير حساب وبدون عمل، ولكن دول صفوة الخلق، فالله سبحانه وتعالى أمرهم بالعمل وأمرك أنت كمان بالعمل، لأن الأمة أصبح فيها كسالى كتير. الناس أصبحت بتكسل، وخصوصا فئة الشباب عايز ياكل ويشرب، وعلبتين السجاير أبوه يجيبهم له آخر اليوم والدنيا تمام التمام، رغم إن السجاير حرام بس هو خد على كده يعني تمام. فلازم تعمل وتشتغل. إني رأيت وقوف الماء يفسده، ما تقفش مكانك. يعني الإمام الشافعي بيقول كده، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. فلازم من العمل يا جماعة، والجد والاجتهاد، والإنسان يحصل العلوم، وإذا لم يوفق في تحصيل العلوم عشان يبقى دكتور ولا مهندس، ما كلش كل الناس هتبقى دكاترة ومهندسين أكيد، في ما فيش مهنة محتقرة أبدا، لا أبدا والله. فالإنسان لابد يعمل ويجتهد، ومن بات كلا من عمل يدي تعبان ومرهق وكده بات مغفورا له، تمام، بات مغفورا له، مش يسيب أولاده يتسولوا على الطرقات. كفى بالمرء إثما، كفاه ذنب أن يضيع من يعول، يضيع مراته ويضيع أولاده في الحاجات ده هوت. فإذا فدقت ساعة العمل، بس مش بتاعة القذافي يعني. دقت ساعة العمل بتاعة الإسلام الحقيقي يعني، تمام، دقت ساعة العمل. فالناس لابد إنها تعمل يعني، لأن العمل ده هو أساس يا جماعة، وأساس الرزق، تمام. إذا كان الله سبحانه وتعالى أمر ستنا مريم ان هي تعمل، أو والله، وهي في ساعة المخاض، وهي في ساعة المخاض، تخيل، هو الله سبحانه وتعالى كان قادر، الله سبحانه وتعالى كان قادر ان هو يرزقها بغير حساب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. طب ساعة ما جت تولد ما كانش في حاجة، بس ربنا امرها ان هي تعمل. والله ربنا امرها انها تعمل ازاي يا عم؟ ربنا ما قال لها وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، كلي واشربي وقري عينا، تمام. طب يا رب هي هتهز النخله؟ هل واحده في ساعه المخاض هتقدر تهز النخله؟ طب بلاش واحده، ست، هل راجل يقدر يهز النخلة؟ لا. طب هل ربنا سبحانه وتعالى لم يكن الله قادر أن ينزل عليها الرطب الجني بدون هز حتى؟ كان والله قادر ربنا أنه يعمل كده، بس ليه؟ هو يا جماعة بس عشان يعلمنا حتى في ساعة العسرة، وفي ساعة سيدة في ساعة المخاض بتلد، ربنا أمرها بأن هي تعمل شيء، بس على أساس أن هي إيه؟ أن هي أن ربنا يرزقها بسبب هذا الشيء. فمن باب أولى الرجل الصحيح اللي هو معافى في بدنه ان هو يشتغل ويعمل ويجتهد ويجد. ستنا هاجر دي ست، هي وابنها، لكن ثقتها في الله سبحانه وتعالى خلاها. والله العظيم انا لما بروح العمرة يعني، وكلكم عارفين كده، اللي راح العمرة يتعب يعني، يتعب يعني دلوقتي من الصفا للمروه يعني مشوار كبير، لما 7 اشواط انا بتعب، انا عن نفسي بتعب، شاب اهوت لسه وبتعب، رغم ان دلوقتي كل قد ايه في بين الصفا والمروه بتلاقيهم حاطين ميه ما شاء الله، ربنا يجازي اللي قايمين على الحرم واهله خير الجزاء يعني، تلاقيهم حاطين لك ميه والمكان مكيف كله وظل والدنيا تمام التمام، ومع ذلك بتتعب. فكيف لسيدة، فكيف لسيدة
بتمشي في صحراء مكة بقى، بتبحث عن الرزق بتاعها وعن ابنها، وهو ربنا ما كانش قادر ان هو من غير هي ما تجري ولا تتعب، ولكن السعي على الرزق يا جماعة، السعي على الرزق، الانسان ما يكونش كسول، يكون يسعى على رزق. ربنا قال للنبي فاذا فرغت فانصب، يعني خلصت عمل من ده روح للعمل التاني، خلصت الصلاة حتى يوم الجمعة، حتى الناس اللي تقول لك ده يوم الجمعة العمل فيه حرام، يا عم انت بتحرم ايه؟ ايه اللي عمل فيه حرام؟ مين قال لك الجمعة العمل فيه حرام؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، سيبوا البيع. ماشي؟ والبيع هنا المقصود الشراء يعني. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة تناموا؟ لا، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. العمل يا جماعة، العمل العمل العمل، أوصيكم ونفسي بالعمل والاجتهاد. ومن طلب العلا سهر الليالي، الأولاد والشباب اللي هم قاعدين على نواصي الشوارع بيعكسوا في اللي رايح واللي جاي، والجماعة اللي هم عمالين من الصبح لآخر النهار ما وراهمش غير القهوة، روح اشتغل، ولو طلبت الحلال ربنا هيوفقك ليه. انت عايز تمشي في الحرام، ربنا عمره ما هيوفقك في الحرام. عايز تتزوج ما فيش شقة والدنيا سودة في وشك وتمام التمام، بس لا والله، خلي ثقتك في ربنا خير، ولو انت طالب الحلال ربنا هيعفك في الحلال. لو انت بقى يعني من ناحية تانية خلاص انت حر، as you like. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.